السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل شاي المثلث، سهل جدا وبسيط لكن جميل جدا ومميز في نفس الوقت، وأتمنى يا رب يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. فضل الله يسع أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم، هنشتغل مع بعض بخيوط شنجاه ملونه، خيط صوف مائل للسميك مع ابره رقم 4 مليمتر، لكن تقدري تستخدمي خيوط ساده وخيوط متوسطه او رفيعه او قطن او اي نوع انت حابه. في البدايه ببتدي اكون دائره سحريه على 2 من الاصابع، واسيب مسافه من الخيط والف الخيط بالشكل ده على الاصابع وارجع للخلف واجي تاني للامام. مش بجيب الخيط جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعض بشكل حرف الاكس وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية وهدخل بالابرة تحت الحلقة الاولى واسحب الحلقة التانية من تحتها. هلف ايدي واحدة واحدة اخرج الخيط من على ايديا واتأكد من طرفين الخيط داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه في الدائرة السحرية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. مقدرش اشتغل داخل الدائرة السحرية قبل ما اقفلها. اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بسحب الخيط وبخرج منها. كده بكون اشتغلت سلسلة. السلسلة دي هتكون جزء من ارتفاع بردك الغرزة الاولى، يعني بتقفلي الدائرة السحرية وتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى. هبتدي ارتفع عليها كمان سلسلتين وكده يكون ارتفاع الغرزة الاولى، وهي غرزة العمود بلفة. انا بشتغل عمود بلفة في البداية وبعد منه سلسلة، يعني كمان سلسلة. بقى عندي في البداية 4 سلاسل. بدخل داخل الدائرة السحرية اكون عمود سلسلتين عمود، ده هيكون جهة اليمين. بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة، بقى معايا حلقتين ولفيت لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، معناه انك تلف الخيط على الابرة مرة واحدة. بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، بقى معايا 2، هسحب الخيط واخرج منه. 2 سلسلة، 1 2، كمان مرة في نفس الفراغ عمود بلفة تاني. ما بين كل مكان ومكان بروح اشتغله باخد سلسلة مسافة. طيب انا عايزة اضيق شوية بس مركز الدائرة عشان اعرف اشتغل. خلصت المكان ده باخد سلسلة مسافة وبدخل اكون الزاوية اللي في المنتصف، فهي بتكون عمود 3 سلاسل عمود. 1 عمود 1 2 3، وبشتغل 3 سلاسل بس في المنتصف. يا بنات ليه بتكون منتصف او سنتر الشال اللي هو جايب الشكل المثلث. ارجع عمود بلفة كمان، ناخد سلسلة وارجع تاني عمود سلسلتين عمود، يعني 3 سلاسل بس في المنتصف. عمود، 1 2 سلسلة، كمان عمود بس كده خلاص. لا لسه سلسلة وعمود بلفة واحد في نهاية السطر بتاعي. خلصنا خلاص السطر بتاعنا، بشد خيط البداية بالشكل ده وبإبرة التنظيف ببتدي بعد كده اخيطه داخل الشغل بتاعي كله او اسحبه من داخل الشغل تحت الغرز. طيب كده السطر الاول عندي خلاص. السطر التاني ببتدي بغرزة عمود ب2 لفة. لو انت حابة تأمين الشغل بتاعك اكتر اسحب الخيط معاكي وانت بتشتغلي. هرتفع 1 2 3 4، وده ارتفاع غرزة العمود ب2 لفة، وباخد بعد العمود ب2 لفة سلسلة، يعني 5 سلسلة هتكون بداية السطر ايه اللي احنا فيه رقم 2. بلف شغلي الناحية التانية زي ما احنا شايفين. هبتدي يا بنات زي ما احنا شايفين هنا بعد ما اشتغلت فوق العمود الاول دوت اللي هي كان اخر عمود عندي، عمود ب2 لفة واخدت سلسلة. هبتدي على العمود، هنا عندي عمود سلسلتين عمود، تمام. هبتدي على العمود بلفة اشتغل ايه؟ اشتغل غرزة بف امامية. طيب هنشتغل غرزة بف وامامية، امامية يعني مش هشتغلها على العمود ايه من فوق. مفروض الفراغ الطبيعي اللي بشتغل فيه اللي بيكون ده تحت حرف الفي، لكن انا مطلوب مني ان اشتغل ايه امامي، يعني عندي العمود اللي هشتغل عليه. طبعا السلسلة اخدناها فوق السلسلة والعمود ب2 لفة كان فوق العمود ب2 لفة، يبقى المكان اللي هشتغل فيه هو العمود الاول من الصدفة دي اللي هي بتكون عمود سلسلتين عمود. طيب العمود اللي هشتغل عليه ده بيكون قبله فراغ وبعده فراغ. لما باجي اشتغل بدخل من قبل العمود الفراغ اللي قبله وارفع العمود على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، تمام. يبقى والغرزه الباف بتاعتي بتكون مكونه من 3 لفات. طبعا غرزه الباف بتكون الاساسيه بتكون مكونه من 4 لفات او من 3 او من 2 او من 5 او من اي عدد انت حباه، ممكن اكتر اقل. المهم ان انت طبعا بتحدد لك دوت في الباترون اللي بتشتغلي فيه. هلف الخيط على الابره، هنا العمود اللي هشتغل عليه، بدخل في الفراغ اللي قبله وارفع العمود على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق لاني انا محتاجه ان انا اطول اوصل لارتفاع الغرزه اللي انا بيها بغرزه الباف بتاعتي دي. اللفه الاولى برجع الف تاني ومن نفس المكان ادخل قبل العمود وارفعه على الابره واخرج من بعده، اسحب الخيط واخرج واسحب الخيط لارتفاع غرزتي. تالت مره بنفس الطريقه هي هي،
بلف الخيط وبسحب لفوق زي ما احنا شايفين. معايا الابرة 1 2 3 4 5 6 7، هلف الخيط واخرج من الستة، يتبقى كده معايا 2، هلف الخيط واخرج منه. كده اشتغلت غرزة باف امامية على العمود بلفة اللي ايه، اول عمود من الزاوية دي، مش من الزاوية عامة، هي مش زاوية، مش هنسميها زاوية لان الزاوية اللي بيكون في النص، من الصدفة دي يا بنات. ارجع على السلسلتين بلف الخيط مرة واحدة، وعلى السلسلتين دول بشتغل 5 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5. ارجع على العمود التاني من الصدفة اللي هو بقية العمود، سلسلتين عمود، هشتغل باف امامية تاني. قبل العمود فيه فراغ وبعده فيه فراغ، بلف الخيط بدخل من الفراغ اللي قبله وارفعه على الابرة واخرج من الفراغ اللي بعده، اسحب الخيط واخرج. 1 2 3. حابة تزودي عدد اللفات مش هيعمل اي مشكلة. الف الخيط واخرج من 6 حلقات من السبعة، وارجع الف الخيط واخرج من 2. خلصت خلاص الصدفة دي، باخد سلسلة مسافة واروح هتلاقي ايه الصدفة اللي في المنتصف، اللي هي عندي منتصف بقى وسنتر الشال كله، هيكون عمود 3 سلاسل عمود، بسيب العمود ده وبسيب العمود ده وبروح اشتغل داخل ال3 سلاسل عمود 3 سلسلة زيهم تحت، 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ عمود. يبقى هي دي مكان الصدفة اللي في المنتصف او مركز الزاوية عندي، هنا هتكون في المكان ده دايما، داخل ال3 سلاسل دول هما دايما في المكان ده اشتغل عمود 3 سلاسل عمود. طيب هاخد سلسلة مسافة، هلف الخيط طبعا، ده العمود بتاع الصدفة اللي في المنتصف دي بتاعت الزاوية، ماليش علاقة بيها، بسيب السلسلة كمان تحت السلسلة، ودي الصدفة الأخيرة، هبتدي اشتغل على العمود الأول منها غرزة باف أمامية. 1 2 3، والف الخيط واخرج من 6 حلقات وارجع الف الخيط واخرج من 2. بعد كده هشتغل على السلسلتين 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5. خلصنا، فاضل لي العمود الاخير من الصدفة باف اماميه زي ما عملت بالظبط جهة اليمين، بعمل جهة اليسار مكونة من 3 لفات، 1 2 3، اسحب الخيط واخرج من 6 حلقات، ارجع اسحب الخيط واخرج من 2 سلسلة، وهروح اشتغل على العمود الاخير غرزة عمود ب2 لفة، 1 2 لفة على الابرة، بدخل فراغ يا اما ادخل في السلسلة الاخيرة او بدخل من تحت الفراغ كده على طول، اسحب الخيط واخرج. معي 4 حلقات، هسحب الخيط واخرج من 2، بقوا 3، هسحب الخيط واخرج من 2، اتبقوا 2، هسحب الخيط واخرج منهم. كده بكون خلصت السطر رقم 2 معايا، وزي ما احنا شايفين هو بيكون شال 3D بارز زي ما احنا شايفين، غرزات الباف بتكون حلوة جدا ومميزة. نبتدي مع بعض السطر رقم 3، هبتدي بصوا يا بنات، سطر هبتديه بغرزة عمود ب2 لفة وهختمه بغرزة عمود ب2 لفة، وسطر تاني زي ما احنا اشتغلنا في الاول كده عمود بلفة وعمود بلفة، يعني مرة بشتغل بعمود بلفة بدايتي ونهايتي، ومرة بشتغل بعمود ب2 لفة بدايتي ونهايتي، وطبعا العمود ب2 لفة بيكون في السطر اللي فيه ايه غرز البف، وبكرر نفس السطور هي لغاية ما بوصل لنهاية الشال. 1 2 3 سلسلة وبعتبرهم اول عمود، وسلسلة مسافة بعدهم، يعني عمود سلسلة. هلف شغلي الناحية التانية، هنا مكان السلسلة بقى اللي كانت عندي تحت، هشتغل فيها ايه؟ عمود سلسلتين، 1 2، كمان في نفس الفراغ عمود، باخد سلسلتين مسافة، 1 2، هسيب غرزة البف اهي، وهسيب 1 2، وفي العمود رقم 3 من تحت من 5 هشغل غرزة حشو. ارجع اخد سلسلتين، 1 2، هبص الاقي عندي هنا ايه بنات، بعد ما اخدت السلسلتين انا بسيب طبعا غرزة العمودين دول وبسيب غرزة البف، هلاقي السلسلة اللي عندي دي، هروح اشتغل فيها عمود سلسلتين، 1 2، وفي نفس الفراغ تاني عمود. انا كده تحت كنت بشتغل مكان واحد اللي هي الصدفة دي واحدة، هنا بقى عندي صدفتين، 1 2. قبل ما اروح اعمل الصدفة اللي في المنتصف بتاعت الزاوية باخد سلسلة مسافة، واروح بقى داخل 3 سلاسل اكون عمود،
واحد اتنين تلاتة، كمان مرة في نفس الفراغ عمود، واللي عملته على اليمين هو هو اللي بكرره على اليسار. بكرر بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا طبعا ابتدينا بعمود بلفة، اخدت سلسلة بعد الصدفة واشتغلت عمود بلفة واحد. هبتدي اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة، وبعتبره عمود باتنين لفة، وبعد منه سلسلة كمان بتكون مسافة بين المكان اللي انا اشتغلت فيه العمود والمكان اللي هروح اشتغل فيه. بعد كده هنا هتقابلني اول صدفة بالظبط زي ما عملنا في الصدفات تحت. بشغلنا كله يا بنات بيكون خلاص مكرر. هبتدي اشتغل بف امامية على العمود الاول من الصدفة، واحد اتنين تلاتة، وافنش غرزة البف، واشتغل على السلسلتين خمس عمود بلفة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. نرجع تاني بف امامية على العمود التاني من الصدفة، واحد اتنين تلاتة، وافنش البف، واخد سلسلة واحدة مسافة. طيب السلسلة اللي خدتها مسافة دي بسيب تحتها ايه؟ بسيب تحتها السلاسل الاتنين، وبسيب الحشو وبسيب السلاسل، واروح مباشرة الف الخيط على الابرة. وعندي دي الصدفة اللي بعدها، بشتغل بف، واحد اتنين تلاتة، اخلص البف واشتغل على السلسلتين اللي بعد البف خمس عمود، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وارجع على العمود التاني غرزة بف تاني، واحد اتنين تلات لفات، وبقفل غرزة البف. باخد سلسلة مسافة، وفي الزاوية اللي في المنتصف فوق الثلاث سلاسل بشتغل عمود، واحد اتنين تلاتة، في نفس الفراغ عمود بلفة كمان، وبكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر. بصوا يا بنات بقى كل ما هيزيد معايا الشال بيدينا شكل مميز جدا وجميل. بكمل لنهاية السطر زي ما عملت جهة، شغلت جهة اليمين هي هي اللي بكررها جهة اليسار. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وفي السطر اللي جاي بنبتدي تاني نكرر السطر اللي بنبتدي فيه بغرزة العمود بلفة، وهي هي نفس الخطوات. برتفع واحد اتنين تلاتة، وبعد كده سلسلة مسافة يعني عمود سلسلة، والف الشغل الناحية التانية. هبتدي فوق كل سلسلة بتقابلني، يعني السلسلة دي اول سلسلة اهي، بشتغل فوقيها عمود سلسلتين، واحد اتنين، كمان مرة في نفس الفراغ عمود. ارجع فوق المكان اللي فيه البف وخمس عمود وبف، فاخد سلسلتين، واحد اتنين سلسلة، فوق العمود اللي في المنتصف رقم تلاتة ببتدي اشغل حشو. خلاص هو هو تكرار السطور اللي فاتت كلها، سلسلتين واحد اتنين، وهبتدي هنا هيقابلني سلسلة، السلسلة اللي في المكان ده ببتدي اشتغل فوقيها عمود سلسلتين، واحد اتنين، كمان عمود في نفس الفراغ. وطبعا تحت السلسلتين احنا بنسيب عمودين والبف، وبعد كده بشتغل في السلسلة بس يا بنات. هرجع اخد سلسلتين، واحد اتنين، وده عشان احنا فوق ايه؟ فوق بف خمس عمود بف. بسيب البف، بسيب واحد اتنين عمود، وفي رقم اتنين بدخل اسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو، سلسلتين واحد اتنين، هلف الخيط على الابرة، وطبعا بسيب عمودين وبسيب البف، وفوق السلسلة اللي بتكون قبل او في منتصف المكان اللي هو بيكون قبل زاوية المنتصف، بشتغل عمود، واحد اتنين سلسلة، كمان عمود. طيب هنا وصلت خلاص لنهاية الخط دوت، ببتدي اشتغل سلسلة واروح للزاوية اللي في المنتصف، اشتغل عمود تلاتة سلسلة، واحد اتنين تلاتة، عمود في نفس الفراغ، وبكمل جهة اليسار هو هو اللي عملته جهة اليمين. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر هبتدي ارتفع بقى خمسة سلسلة، واحنا عارفين خلاص تلقائي ان الخمسة سلسلة يكون عمود باتنين لفة وبعد منهم سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة، وكده ده عمود باتنين لفة، ورقم خمسة دي مسافة بين العمود الاول والمسافة والمكان اللي هروح اشتغل فيه. بلف في شغلي الناحية التانية، وخلاص برجع تاني اكرر نفس اللي عملته في السطر اللي انا بشتغل فيه فوق الصدفات.
عندي هنا صدفة مكونة من عمود سلسلتين عمود، بشتغل فوقيها. فوق العمود الأول بف من 3 لفات، 1 بف أمامية، 2 3، أقفلها وأشتغل على السلسلتين 5 عمود بلفة، 1 2 3 4 5، أرجع تاني على العمود التاني من الصدفة، بف أمامية من 3 لفات، 1 2 3، ونقفل غرزتنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو، سلسلة واحدة مسافة. واروح للصدفة اللي بعدها، بف، 1 2 3، 5 عمود على السلسلتين، 1 2 3 4 5، وأرجع بف أمامية، 1 2 3، ونقفلها وسلسلة. وهرجع بعد كده يا بنات، بعد ما اشتغلت الباف الأمامية بلف الخيط على الإبرة، تحت السلسلة بنسيب سلسلتين، حشو سلسلتين، وفوق الصدفة ابتدي اشتغل تاني، باف أمامية، 1 2 3، ونقفلها فوق السلسلتين بقى اللي هي بعد العمودين، اللي هي ما بين، عفوا، العمودين، بشتغل 5 عمود، 1 2 3 4 5، ونرجع تاني غرزة بف، 1 2 3، بنقفلها. ودايما قبل كل فراغ بروح اشتغله، او قبل اي مكان بروح اشتغل فيه، ببتدي اخد سلسلة مسافة. احنا هنا تقريبا اخدنا السلسلة، لو نسيتها يا بنات انتوا ما تنسوش ان انتوا تاخدوها هنا، بس انا فاكرة ان انا اخدتها سلسلة. وهروح اشتغل فين هنا بقى؟ ده مكان الزاوية، بروح اشتغل زاوية زيها بالظبط، عمود، 3 سلاسل، عمود، 1 2 3، وارجع تاني في نفس الفراغ عمود، وبكرر سلسلة. وبكرر بقى اللي انا عملته جهة اليسار، هو اللي عملته جهة اليمين، وبكرر السطور كلها زي ما احنا شفنا. مرة بشتغل بطريقة ان انا بشتغل 3 سلاسل فوق المكان ده، هشتغل 3 سلاسل وسلسلة كمان زيادة، يعني المسافة ما بين العمود الأول والمكان اللي اروح اشتغل فيه، يعني 4 سلسلة ارتفاع. واروح فوق السلسلة الأولى اشتغل عمود سلسلتين عمود، ارجع اخد سلسلتين في منتصف الغرز هنا، بشتغل حشو وارجع سلسلتين، واشتغل فوق السلسلة عمود سلسلتين عمود، سلسلتين حشو، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلتين حشو، سلسلتين عمود، سلسلتين عمود، سلسلة صدفة زيها عمود، 3 سلاسل عمود. وارجع اكرر نفس اللي انا عملته هنا في السطر ده، هو اللي بعمله في السطر اللي بعد اللي جاي. وتكرار سطورك زي ما انت شايفة بيكون هو خلاص، خطواته سهلة جدا وبسيطة، وبتخلصيه بسهولة زي ما احنا شايفين، بيكون حلو جدا وسميك زي ما احنا شايفين، وبيدفي جدا. تقدري كل سنة وانتم طيبين، ومناسبة عيد الام، وكل سنة وامي وكل الامهات طيبين يا رب بخير وسعادة وصحة، تقدري تنفذي شال عيد الام، هدية جميلة جدا ومميزة لوالدتك، لحماتك، تنفذي هدية لنفسك، تنفذي هدية لأي حد طبعا انت حابه انك تهديه تهدوا تحبوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهدوا تحبوا. فاحنا ممكن ننفذ الشال دوت ونعمله حلو جدا وهديه لاي حد، او ان احنا حتى ننفذه لنفسينا او للبنات طبعا اللي بتعمل مشروعات صغيره، تقدري تنفذي الموديل ده، حلو جدا وجميل، اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم فيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.